وهشرح لكم اللي انا عملته على الرسم ايه اللي حصل دلوقتي. بصوا يا جماعه، هتلاحظوا ان الماده مره في مره بتبقى سهله في التقليب معايا. بصوا شايفين الحبه دول يا جماعه يكفوني لبخاخه لتر ونص. طيب هستخدمهم امتى؟ احضر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اهلا بحضراتكم، هطلع لكم وسط نباتاتي. اهلا بحضراتكم، طالع طبعا عندي نباتات ما شاء الله لا قوه الا بالله، مغطيه على نباتات على الزرع. المهم ارجع لحضراتكم النهارده، عندي فيديو النهارده يا جماعه نقله في عالم التسميد بالنسبه لحضراتكم على الاسطح او في الارض او في تسميد بعض النباتات معينه هقول لحضراتكم عليها في الفيديو. انا بس هقول لحضراتكم انا هعمل ايه دلوقتي في تحضير السماد، هشرحه لكم بالورقه والقلم عشان تتصوروا انا هعمل ايه علميا، لان هذا السماد يا جماعه تم النقاش فيه مع احد المتخصصين باشمهندس عطيه صبري، وادلى بدلوه في تحضير السماد ده يا جماعه بطريقه ان شاء الله هتعمل لكم نقله على زرعكم وهتغير فكركم عن تكوين هذا السماد. السماد ده يا جماعه على فكره انا كونته مع حضراتكم قبل كده واستخدمته، وحضراتكم كونتوه واستخدمتوه، بس المره دي انا هكونه بطريقه انا استخدمتها مع نباتات اللي حضراتكم شايفينها دي وعملت نتيجه مبهره وفي ايام قليله. بصوا يا جماعه صلوا على النبي. انا عندي الخليه اللي انا هعمل عليها النهارده التجربه قدام حضراتكم. الخليه حضراتكم عارفين في كده حاجه ده غشاء بلازمي. بصوا حضراتكم عشان اوصل لحضراتكم انا هعمل ايه بس دلوقتي. في بره عندي كده في الرسمه، اتمنى بس تكون الرسمه باينه لحضراتكم لان انا طبعا مش تخصص في الرسم بتاعها خالص. عندي حاجه هنا اسمها جدار خلوي. انا عايز ايه اعمل يا جماعه؟ هعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اخد المحتويات اللي جوه الخليه دي بيتا جلوكان والسكرويد اللي جوه وفيتامين بي. انا عندي ثلاث محتويات عايز اطلعهم من جوه الخليه دي يا جماعه، من جوه الخليه دي عشان استخدمها للتسميد، وده هيبقى نتيجه مبهره ان شاء الله. بصوا يا جماعه صلوا على النبي، احنا ان شاء الله النهارده هنحط ماده صلبه هنا، هسيب لكم بس عشان زياده التشويق عشان حضراتكم تستنتجهم. وانا جوه هنا ده عندي سائل. انا لما احط الماده الصلبه ديت حضراتكم هستخدم خاصيه اسمها الخاصيه الاسموزيه، وهنقل الميه ديت السائل ده لبره وهخلي ده على بعضه كده يتحول لسائل. حضراتكم مش متصورين الكلام ده علميا. انا هقطع الخليه دي، هخلي الجدار الخلوي ده يتقطع تماما واطلع المحتويات دي بره استخدمها في التسميد. تعالوا عشان ما اطولش على حضراتكم عشان ما يبقاش الموضوع ممل. نرجع لتحضير السماد اللي حضراتكم اول مره هتشوفوه بهذه الطريقه ان شاء الله. صلى على النبي كمان مره يا جماعه صلى الله عليه وسلم. انا عندي نوعين من السماد ده، هو طبعا عشان من حضراتكم ما تملوش من زياده المقدمه بس، طبعا انا هعمل دلوقتي سماد الخميره بطريقه كيميائيه بتكسير جزيء الخميره. يا جماعه احنا بنعمل سماد الخميره، بنحط الخميره ونحطها عده ساعات، مثلا 18 ساعه 19 ساعه يوم، وبستخدم الخميره بالنقاش زي ما انا قلت بتزيد عدد خلايا الخميره، لان عارفين حضراتكم ان الخميره دي خليه احاديه بتزيد وتتكاثر على الورق وبتزيد وتتكاثر في التربه، في ما بتديش الفايده اللي انا عايزها. انا عايز احصل على اكبر فايده من الخميره وفي اقل وقت والكلام ده. هقول لحضراتكم الخميره اللي انا ماسكها في ايدي دي اسمها الخميره الفوريه، حضراتكم عارفينها كلكم. انا مش هستخدم النوع ده من الخميره لان انا عملت عليه التجربه اللي انا عاملها مع حضراتكم وما نفعتش بصراحه خالص. الخميره الفوريه مش هتنفع في هذا النوع من السماد، بلاش تستخدمه. امال هستخدم ايه؟ هذه الخميره اللي حضراتكم بتسموها الخميره البيره. الخميره البيره يا جماعه هي دي اللي انا هعمل بيها التجربه مع حضراتكم. خميره البيره حضراتكم عارفين ان هي بتيجي على هيئه قوالب وعامله زي الشوكولاته كده او عامله زي مقلوقه قوالب. بصوا يا جماعه خميره البيره بتيجي عامله زي العجين كده، حضراتكم شايفينها كويس اهي. انا هعمل ايه ازاي الخميره بطريقه مختلفه تماما 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 عن ما انت شفته يا سيدي الفاضل. حطيت الخميره يا جماعه، وزن الخميره دي وليكن مثلا 20 جرام او 15 جرام. انا بصوا ما حطيتش ميه ولا اي حاجه خالص يا جماعه. هجيب السكر الاسود بتاعي، سكر التموين العادي، وهاخد من بصوا يا جماعه الابوبه بتاعتي دي، هاخد من السكر ده معلقتين بس على كميه الخميره اللي انا حاططها دي يا جماعه. خليكم معايا عشان هتشوفوا حاجه مبهره دلوقتي مش هتصدقوا. بصوا يا جماعه اللي انا شرحته على الرسمه
هطبقه لكم عمل ايه دلوقتي. انا كان عندي خليه الخميره اللي انا رسمتها لحضراتكم دي، كانت خليه الخميره، انا ضفت ماده صلبه حواليها. ايه اللي يحصل دلوقتي؟ انا بصوا حضراتكم، ما عليك الا ان انت بعد ما بتضيف الاثنين على بعض السكر على الخميره، انت بتقوم بالتقليب مع عدم اضافه اي ميه تماما يا جماعه. انا مش هضيف اي ميه خالص لهذا المركب، هم مادتين صلبين وخلاص. بس لاحظوا معايا وشوفوا ايه اللي يحصل بعد ما هنقلب شويه مع بعض. اقلب المعلقه عشان التقليب يبقى سهل، عشان نقدر اوريكم ايه اللي يحصل لما انا هقلب السكر مع الخميره لوحده، وهشرح لكم اللي انا عملته على الرسم ايه اللي حصل دلوقتي. بصوا يا جماعه، هتلاحظوا ان الماده مره في مره بتبقى سهله في التقليب معايا. بصوا الكوبايه بقت عامله ازاي يا جماعه، الدنيا بقت لزجه شويه. لا لسه، ده انتوا هتشوفوا، هتلاحظوا حاجه غريبه جدا جدا جدا. انا باستمرار التقليب يا جماعه، الموضوع مش هياخد معاك اكتر من دقيقتين او ثلاثه بالكتير، هتشوف حاجه مبهره دلوقتي، وهقول لك انت هتعمل ايه حالا. بصوا حضراتكم، مع استمرار التقليب ايه اللي حصل يا جماعه؟ بصوا يا جماعه، الخميره اللي كانت صلبه معايا بقت عامله ازاي؟ شايفين يا جماعه؟ شوفوا، مع استمرار التقليب، ولو انا استمريت في التقليب كمان 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 كمان، هاي الخميره كل ما اقلب هتعمل. هو ايه اللي خلاها بقت سائله كده؟ بصوا يا جماعه، زمان قلت الرسمه بتاعت الخليه اللي انا بدات بها الفيديو، الخليه كان حوالين الجدار بتاع الخميره جدار خلوي وغشاء بلازمي، الاثنين نتيجه انتقال العصاره من جوه الخميره للسكر، السكر تركيزه اعلى من العصاره الموجوده جوه الخميره. فقام السكر العصاره اللي جوه الخميره ضغطت على الغشاء البلازمي والجدار الخلوي، فقاموا منفجرين. فطلع لي السائل ده اللي حضراتكم شايفينه، السائل ده ما جاش من السكر ولا جه من حاجه، ده اللي كان جوه مكون الخميره اهو. الخميره يا جماعه دي ملايين الخلايا، ملايين ملايين الخلايا. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا فجرت الخليه، طلعت السيتوبلازم اللي فيها. السيتوبلازم ده عندي فيه السكرويد، سكرويد ده ماده مفيده جدا جدا جدا، منوزو سكرويد، والبيتا جلوكان، بيتا جلوكان ده ماده ممكن حضراتكم تعملوا عليها سيرش، حاجه منتهى الروعه ومنتهى الجمال للنبات، وهقول لحضراتكم فايده السماد ده لما تعمله كده هيعمل لك ايه. وكمان اضف الى ذلك الفيتا بي، او بيسموه فيتا بي كوليكشن، يعني فيتا بي كوليكشن يعني فيتامين ب اللي هو مش المركب، اللي هو متعدد، اللي هو هيعمل ايه مع نباتك مع هذا السائل اللي حضراتكم شايفينه. الحبه دول يا جماعه يكفوني لبخاخه لتر ونص. طيب هستخدمهم امتى؟ احنا عاده بنعمل سماد الخميره ونستدى 18 ساعه 20 ساعه على ما يكون جاهز للعمل. لا، انا حالا دلوقتي احطه في البخاخه واستخدمه. طب افضل ميعاد لاستخدامه امتى؟ في الصباح الباكر، عشان تحصل على احسن فايده لاستخدام الخميره. قبل ما انقل عشان اوريكم استخدامه دلوقتي، هقول لك المعلومات اللي حاجات انت عايز تعرفها عنده. اهو سماد الخميره ده يا جماعه الساحر لجميع النباتات، خضروات او فاكهه او ورديات، اي محاصيل، وخاصة يقال ان هذا السماد، سماد الخميرة، صديق للطماطم بنسبة كبيرة جدا جدا. يعني من اكتر النباتات اللي بتتأثر بسماد الخميرة الطماطم. وانا عن تجربة كل النباتات اللي ورا قدام حضراتكم دي كلها انا بستخدم لها هذا السماد. وقبل ما اطرحه على حضراتكم واقوله لحضراتكم، كنت استخدمت هذا السماد على نباتاتي، وعشان اشوف نتيجتها قبل ما اعرضها على حضراتكم، والحمد لله اتى نتيجته بشكل مبهر. وبتشوف اثره يا جماعه بعد يوم او اتنين بالكتير، بتشوف اثر هذا السماد على نباتك اللي احنا عملناه. بصوا الميه، الميه دي يا جماعه ما كانتش موجوده. طيب سماد الخميره ده بيبقى مفعوله عليك ايه؟ سماد الخميره ده بيعمل حاجه اسمها انعدام القمه، السياده القميه. يعني ايه السياده القميه؟ يعني شوفوا يا جماعه، السياده القميه يعني القمه دي تفضل تجري لفوق لفوق لفوق، النبات عمال يطول يطول وما بيطلعليش ورق من الجناب والفروع. لا، الخميره دي هتعمل معاك، هتلاقي النبات عندك مفرع من الجناب، هتلاقي البناء. بصوا يا جماعه، بصوا الفرع بتاع الجوافه عندي ما شاء الله، في قمه ناميه، في فرع هنا، في فرع هنا، في فرع هنا. ليه؟ لان انا بستخدم هذا السماد على طول معايا. برضك
الناس السماد الخميره ممكن تستخدمه مع التين وتستخدمه مع البرتقال بشكل كبير جدا جدا. سماد الخميره بيحتوي على كميه كبيره جدا جدا من بردك النيتروجين اللي بيفيد التربه، لو انت حضرتك عايز تستخدمه لتسميد التربه. زي ما انا قلت لحضرتك هذا السماد هيعمل نقله في عالم التسميد العضوي، والصيحه اللي جايه يا جماعه في التسميد كلتها الخمائر، وانتظروا هذه الكلمه وهتشوفوها ان شاء الله عما قريب، استخدام الخمائر في التسميد العضوي واستبدال الاسمده الكيميائيه بهذا المركب الساحر اللي انا عملته مع حضراتكم، وهجيب البخاخه وارجع لحضراتكم عشان اوريكم هنستخدمه ازاي. هذه الكمية الصغيرة يمكنك استخدامها فورا ودون انتظار ولا دقيقة. يا جماعة انت كده كمان عملت مركب لا يمكن تتخيل قوته، لان انت اخدت كل المركب اللي جواه. وهقول لكم دلوقتي كمان يا جماعة على اسم الهرمون اللي بعض الناس وصلوا لدرجة ان هم حرموا استخدام الخميرة وقالوا ان الخميرة ده عبارة عن هرمون حرام نستخدمه. مش الدرجات دي يا جماعة، مش الدرجات دي ان احنا انا بس هنقفل البتاع البخاخة، مش الدرجات دي ان هو محرم ولا حاجة. وبالسؤال عليه ما قالوا ما فيش حاجة اسمها ان سماد الخميرة محرم، ده مادة طبيعية بتحفز النمو بشكل كبير. فيها مادة يا جماعة اللي هم بيطلقوا عليها الهرمون ده اسمها سيتوكيتينات. سيتوكيتينات ده يا جماعة ده هرمون فعلا، مش هكذب عليكم، هو هرمون بس هرمون طبيعي من عند ربنا بيحفز النمو. الخلايا اللي ماتت بيكسرها ويخليها خلاص تعدي من التربة. الجذور اللي مقبلة على الموت بينعشها وبيعيدها للحياة بشكل كبير جدا، بيزيد حيوية النبات، بيخلي النبات يا جماعة تصوروا بس ان انت حضرتك بتشرش سماد في فيتامين بي. فيتامين بي يا جماعة لو حضراتكم احنا كبني ادمين وكبشر اللي بيوصل لمرحلة تلاقي عنده اهتزاز في الاطراف او الانامل يقول لك ايه اديله فيتامين بي، صح يا جماعة؟ فما بالك النبات زينا، النبات زينا يا جماعة الاطراف بتاعته بتحتاج لتقوية وشدة، بقويها بايه؟ بفيتامين بي. فيتامين بي موجود فين؟ زي ما احنا قلنا في بي كوليكشن موجود في سماد الخميره بالطريقه اللي احنا عملناها. طب وحضرتك لما تعملها بالطريقه التقليديه اللي الناس كانت بتحطها وعليها سكر وتسيبها 15 يوم هل هتحصل على نفس الكلام؟ لا مستحيل مستحيل، لان انت بتسيب الخليه على حالها ما بتتفجرش، بتديك فايده بس الفايده عمرها ما تكون زي دي. وجرب وانت تعرف، جرب هذه الطريقه وهتلاحظ فرق رهيب عمرك ما شفته ولا استخدمته قبل كده. طبعا اتمنى ان تكون حضراتكم استفدتوا من الموضوع ده ان شاء الله رب العالمين. عملنا تفجير لخليه الخميره وشرحتها قدام حضراتكم، وطلعنا منها البيتا جلوكان او البيتا جلوكان طلعناه من الخليه، طلعنا المونوزو اوليجو ساكرويد او المونوزو اوليجو ساكرويد ده طلعناه من الخليه، طلعنا الفيتا بي كوليكشن طلعناه من الخليه، الثلاثه طلعناهم من الخليه خليناهم هيعملوا لي نمو مبهر، واستخدمنا هرمون زي ما انا قلت لكم يا جماعه السيتوكيتينات. السيتوكيتينات ده هرمون، هو هرمون يا جماعه موجود في الخميره، هرمون طبيعي فطري عضوي حيوي ما فيش فيه اي اضافه كيميائيه خالص، بيعمل معاك حجم في الثمار. وللناس اللي كانوا اشتكوا من تساقط الثمار خد التكه ديت يا جماعه، لو انت عندك ثمار بتتساقط، عندك ازهار حجمها او ثمار حجمها صغير او ازهار بتتساقط، اديها رشه من النوع ده اهو، من النوع ده اهو، وهتشوف حضرتك الازهار هتثبت ازاي، هتشوف حضرتك حجم الثمره هيكبر ازاي. شفتوا في فيديو الطماطم قبل كده حجم الثمره عندنا بتاع طماطم قد الخيار. حضرتك معلومة تكة صغيرة، لو انت عامل سماد عضو في البيت وعامل ورق وحاجات وعايزه يتحلل بسرعة ضيف له حبة من الخميرة دي، هتلاحظ ان هو هيتحلل بسرعة كبيرة جدا جدا. شاكر لحضراتكم حسن استماعكم، ولو حضراتكم أول مرة تشوفوني أنا أحمد وحشيش في قناتي أرضنا على سطحنا، يا ريت تشتركوا معانا وتشرفوني وتنوروني. ولو حضراتكم من المتابعين الأعزاء هذا الفيديو من الفيديوهات القيمة يا جماعة جدا جدا والله والمتعوب عليه فعلا، يا ريت تدعمونا باللايك الجميل وتشيروا الفيديو لكل محب وهاوي لزراعة الأسطح، هيستفاد منه كتير جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.